السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وصحتكم في رمضان. الليلة ضيفنا دكتور بشار الجعلي، استشاري جراحة العظام والمفاصل والأورام مستشفى عرياء، وهو ضيفنا كل خميس. مرحبا بك دكتور بشار. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا دكتور أيمن المعزل، شكرا الطاقم العامل خلف الكواليس لاستضافتهم لنا، إن شاء الله نكون مفيدين وذا فائدة للمشاهدين إن شاء الله. وإحنا في آخر خميس في رمضان، أسئلة متعددة حاولنا نلحق السريع كده في موسم رمضان قبل ما ينتهي رمضان، وإحنا في آخر يوم في برنامجنا الليلة يوم الخميس. هشاشة العظام وأسئلة كثيرة عن هشاشة العظام، عايزين نعرف الأسباب، هل في وقاية من هشاشة العظام؟ ليه النساء أكثر عرضة لهشاشة العظام؟ وهل في علاجات حقيقة لهشاشة العظام ولا لا؟ ده محور مهم جدا. وهنتكلم كمان عن الركب، وموضوع الركب ده موضوع كبير جدا. واحنا سعيدين كمان بالتطور اللي حصل في السودان من استبدال الركب، واحنا بقينا يعني التخصص هنا ماشي في السودان كويس جدا، والناس بقت ما بتسافر للخارج لاستبدال الركب وتغيير الركب، ودي كمان يعني بشاره خير. نبدا بهشاشه العظام دكتور بشار الجعلي، ونتكلم عن هشاشه العظام الاسباب. هشاشه العظام هو طبعا ارتبط هشاشه العظام ارتبطت بالعمر. النساء أكثر عرضة لهشاشة العظام، مرض هشاشة العظام، من الرجال. تقريبا نصف النساء بعد سن انقطاع الدورة الشهرية بثلاثة أربع سنين بتبدأ عندهم مشاكل هشاشة العظام. الرجال تقريبا، النساء قلنا 50%، الرجال تقريبا واحد لكل أربعة، يعني 25% من الرجال بعد سن 64 65 سنة. 64 هناك يعني خالص متأخرين. بتبدا تحصل عندهم هشاشة العظام. يعني. نعم. هشاشة العظام المشكلة فيه انه هو مرض صامت. يعني ما بيسبب أي آلام، ما في أعراض له. يعني ما في زول حيكون بتوجع يقول لك والله ظهري وركبي، ما بيعمل ألم يعني هشاشة العظام. في النساء لأنه بيعتمدوا على الهرمون اللي بيفرز عن طريق المبايض وكذا، ده الاستروجين وكذا، فهو بيساعد على قوة العظم. أول ما تنقطع بتقوم الهرمونات دي بتقل، بيقوم العظم يبقى يترقق، يبقى هش شوية. هشاشة العظام هي مشكلة بتاعت جودة العظم، كثافة العظم، يعني كمية العظم، عفوا هي كمية العظم مش المواد الجواو. أيوة. يعني نحن بنقول لها كوانتيتي مش الكواليتي. أيوة. يعني كمية العظم الموجودة الداخلية بتقل. أيوة. مش جودة المواد، يعني مش المواد الداخلية هي اللي بتقل، عكس عن هشاشة العظام عند الأطفال. الأطفال لما بتقل المواد الداخلية الموجودة في العظم، فبالتالي بيحصل عندهم ما يسمى بالكساح. أيوة. اللي هو ده هشاشة العظام في الأطفال، شيء مختلف تماما. نعم. والعظم ده طبعا نحن لو دارين ناخدها بصورة أبسط كده، نحن في مواد اللي هو الكالسيوم والفوسفور، وفي اللي هو دي ممكن نسميها زي شوالات الجبس والحاجات زي دي. نعم. دي البناء العظم. أيوة. بعد ذلك عندنا الناس العمال اللي هم بينقلوا الكالسيوم والفوسفور، بينقلوهم من الطعام ومن الاكل ومن الجسم، بينقلوها عشان يبنوا به العظم ده، او ممكن نسميهم بالعتاله. ايوه. وده فيتامين دال. فيتامين دال. ده بينشط عن طريق الاشعه. نعم، الاشعه فوق البنفسجيه. ايوه. فبيتم تنشيطه، وبالتالي بيقوم بشيء بنقول الكالسيوم والحاجات دي، وبيساعد على بناء العظم. الاطفال مشكلتهم في الهشاشه هي في فيتامين دال. يعني اللي هلق مرض الكساح والحاجات زي دي مشكلتهم بيكون في فيتامين دال. دكتور بشار، احنا السودانيين بيفتكروا انه والله احنا عشان بلد مشمس احنا ما عندنا مشكله في فيتامين دال، والدراسات والفحوصات اثبتت العكس تماما. نعم. انه احنا بنخاف من الشمس جدا، حتى ما بنمشي نتشمس فيها. نعم. لدرجه انه نقص فيتامين دال اصبح زي وباء كده. يعني هو طبعا قفله الناس في البيوت بتخف، بتقلل من تعرضهم لاشعه الشمس المباشر. الأشعة الفوق البنفسجية الألترا فايلت لايت لازم يكون الضوء مباشر. حتى إنه بعض الأسطح الزجاجية، حتى لو زول قاعد وراها، يعني هو قاعد جوا البيت وفي سطح زجاجي فاصل بينه وبين أشعة الشمس المباشرة، ما بيستفيد من فيتامين دال. يعني الضوء، الأشعة الفوق البنفسجية لا تخترق الزجاج. نعم. فلا
فلازم يتعرض الى شمس مباشره. بعدين كان احنا لانه لون البشره فيه سمار شويه ان احنا بنحتاج لزمن اطول. صح ان احنا لوننا ده بيحمينا من الامراض الجلديه السرطانيه للبشرات الفاتحه لما نتعرضوا لاشعه فوق بنفسجيه لزمن طويل جدا. بالنسبه لنا نحن ربنا حبانا بالسمره دي عشان تحمينا تقينا من 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 زمهرير الشمس ومن من الاشعه الحارقه دي. لكن بالمقابل نحن بنحتاج لزمن اطول من البشره عشان نمتص الاشعه دي لانه عشان هي تخترق الجلد الاسمر ده اكثر محتاجه لزمن اطول. فنحن محتاجين لزمن فعلي اطول عشان نتعرض لفيتامين د. نعم ده بالنسبه طبعا ده ما علاقته مباشره بالهشاشه لانه الهشاشه هي زي ما قلنا هو مرض يعني عنده مشاكل كثيره جدا. دكتور شايف كمان في صور مصاحبه نعم. احنا نقدر نشوفها في الكنترول لو لون الصوره في نحن زي ما قلنا الجوده بتاعت العظم هي اللي بتترقق وبالتالي بيقوم بتظهر هشاشة العظام في شكل بتاع كسور يعني مثلا الواحد لما ينزلق واحد كبير ينزلق او كده ده يعني هسه مثلا زي ما في الصوره الظاهره دي هنا ده نعم. عندنا في يسار الشاشه عندنا عظم طبيعي لو ملاحظين كثافه العظم اللون ابيض اكثر نعم الشكل كثيف كده يعني شكله كله يمين الشاشه بنلقى الفجوات كبيره جدا والفجوات دي هي هشاشه العظام. يعني احنا بنتكلم هنا عن 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 كميه العظم الموجوده بتكون اقل شويه يعني الفراغات بتكون اكبر فبالتالي العظم ما بيكون صلاب ما بيكون صلب صح. يعني بالجانب الايسر للصوره العظم بيكون صلب صح. بالجانب الايمن للصوره بيكون العظم هش ايوه عشان كده اسمه هشاشه عظام فبالتالي الواحد لو انزلق زلقه خفيفه ولا كده بيقوم بينكسر بيظهر في كسور في الرسغ بتظهر في كسور في المخاريج زي ما قلنا احنا بنسميها كسور الموت في حلقات سابقه وكده ده نعم بعدك بتظهر برضه في هبوط او انخفاض في ارتفاع الفقرات فبيظهر في شكل تحدب برضه نعم أيوة. عشان كده نحن بنشوف يعني. الزول طبعا بيكون صبي وبعد شويه بيكون شاب واقف مستقيم أيوة. بعد شويه مع كبر العمر بتلقى الزول بدا يكسر شويه يعني بدا أيوة. يكسر وبدا يحصل له تحدب في الظهر. تحدب الظهر والقصر والحياه الزي دي مع العمر سبب الرئيسي هو هشاشه العظام أيوة. العظم بيبقى في العمود الفقري بيبقى هش بيحصل فيه هبوط في الارتفاع بتاع الفقرات فبالتالي بيظهر في شكل قصر وتحدب ده كثير بيحصل نعم كبار السن نعم كبار السن بنلقاهم متحدبين شويه وده كله سببه انه العظم ما زي الاول جودته أيوة ما زي او كميه العظم الداخليه ما نفس الكميه الموجوده طيب الهاجس الاساسي ممكن تعلق لنا على ده وبعد ذلك عندي سؤال دي برضه طبعا دي طبعا برضه ده التطور بتاع الانسان يعني أيوة. اول حاجه على اليسار ده زول انسان شاب نعم. شايفينه كيف هو بطنه مشدوده وظهره مشدود وصدره مشدود مع العمر مع هشاشه العظام بيبدا يحصل انخفاض تدريجي في ارتفاع الفقرات بتبدا بعد شويه البطن تترهل العمود الفقري يبدا الانسان يتحدب ويهبط حتى ارتفاع راسه كده يبدا ينزل بتبدا انه يبدا يبقى اقصر نعم كل العلاجات الحديثه يا دكتور بشار يعني بتحارب الشيخوخه وتقدم نعم. العمر نعم. والحاجات اللي بتحصل نعم. يعني الناس كلها نفسها انها تكون شباب يعني ما تحصل هشاشه العظام ولو بدت تحصل كيف نتجنبها خصوصا هاجس لكل النساء يعني هم داخلين على سن الأربعين طبعا نعم. الحاجه الكويسه انه في فحص لهشاشه العظام احنا قلنا لانه هو مرض صامت فيفضل الواحد يمشي يتابع يعني بعد ما الست مثلا تنقطع عنها الدوره الشهريه 4-5 سنين يفضل انها تبدا تعمل فحص هشاشه العظام أيوة. هو فحص بتدخل في جهاز صغير جدا وبيطبعوا لها ورقه ملونه فيها كثافه العظم كثافه العظم يعني هو فحص قياس كثافه العظم اذا كان العظم كثافته اقل من 1.5 سالب 1.5 أيوة. ده بيعتبر عظم ضعيف ضعف عظم اذا كان اقل من سالب 2.5 كثافه العظم ده يعتبر هشاشه ضعف العظم بالعاده بيحتاج الى مكملات غذائيه في شكل كالسيوم وفي شكل فيتامين د يعني احنا بنحتاج ندي كالسيوم ونحتاج ندي كمان فيتامين د عشان ينقل الكالسيوم ويحافظ لنا على العظم ده ويعاد تكرار الفحص ده كل 6 شهور أيوة. الى ان يبلغ كثافه العظم كثافة طبيعية الإنسان العادي هو بيحتاج لتقريبا 400-500 ميليغرام كالسيوم في اليوم الست طبعا في مشاكل تانية في النساء برضو في سنين الحمل وكده ده الست الحامل بتحتاج ل 1500 ميليغرام كالسيوم اللي هو 3 أضعاف الإنسان الطبيعي الست المرضع بتحتاج ل 4 أضعاف
يعني ل 2000 ملي جرام من الكالسيوم. فاثناء الحمل واثناء الرضاعه الست الحامل تحتاج لمكملات غذائيه للكالسيوم. لو كان بتشرب حليب بنقوم بنخفف كميه الكالسيوم اللي هي بتاخذها، اذا ما بتشرب خالص بنديها كميه كامله. امال انها تاخذ الكالسيوم لمده طويله؟ نعم، لا هو طبعا الجنين سبحان الله بياخذ كفايته تماما من الكالسيوم من عظم الام. يعني يعني هو بياخذ كفايته، هو ما بيتضرر باي حاجه. فبالتالي الاستعاضه عن الكالسيوم اللي هي بتحتاجه اثناء فتره الحمل او فتره الرضاعه بتاخده من المشروبات اللي هي بتاعه المشروبات الحليبيه يعني. أيوة نعم. الالبان الزبادي الرايب والحياه زي دي. أيوة. الاجبان والحياه اللي فيها كالسيوم. فيها كالسيوم نعم. نعم. اذا وفي فتره الرضاعه بتحتاج لكميه اكبر، اذا هي بتاخذ كميه كفايه بنقوم بنقلل الجرعات شويه بتاعت الكالسيوم، فهي مكملات غذائيه صحيه بالنسبه صحية لها. ما فيها مشكلة. لا ما فيها مشكله. أيوة نعم. عشان كده هم مرات بيحسوا بالام برضو في الفاصل مع الحمل. نعم. والرضاعه. نعم. نعم. بالنسبه للهشاشه للناس الكبار لما تبدا تظهر عندهم هشاشه بنديهم برضو كالسيوم فيتامين د. في ادويه مركبات اخرى بنسميها نحن البيسفوسفونيتس اللي هي دي عباره عن حارس. نحن ما قلنا عندنا زي شوال جبس وعندنا عتالي. ايوه. فنحن بنحتاج لزول احرس الكالسيوم ده الموجود في العظم ما يجي زول يشيله. ففي ادويه برضه بتتاخذ اسبوعيا زي حبه اسبوعيه عشان تحافظ على انه الكالسيوم ده يقعد في العظم. ويعاد تكرار فحص هشاشه العظام كل 6 شهور. والحبوب دي متوفره في السودان بدات تكون متوفره لحد ما؟ الى حد الكالسيوم فيتامين د متوفر في السودان، الثانيات ان شاء الله حيتوفروا في القريب العاجل ان شاء الله. ان شاء الله. فالناس هي ما تقلق، هو فحص بس روتيني يعني. وبيظهر طبعا بيظهر لانه نحن هي مشكله على مشكله هشاشه العظام بتاثر على مجتمع. أيوة صح. انت لما ينكسر عندك زول بسبب هشاشه عظام مخروقه او كده ده او مثلا الرسغ كده طبعا يوقفوا شغلهم بالضبط كده. أيوة. فانت حترهق المجتمع بانه اول حاجه الدوله حتدفع. أيوة. على العلاج، الاهل حيدفعوا على العلاج بالضبط كده. فهي بيعتبر ارهاق عام يعني. فهشاشه العظام الوقايه دائما بالنسبه للامراض افضل من انك تعاليها. يعني انك تحاول تقي نفسك من انك او النظام الصحي بتاع الدوله يساعد في الوقايه من الامراض. يعني صرف المال. أيوة. دوليا في الوقايه من الامراض ارخص بكثير من علاج الامراض. عشان كده اسال العالم كله بيتجه لانه احنا الوقايه. نعم. اكثر من العلاج. نعم. بعد ذلك. نعم. بتظهر برضه هشاشه العظام. في هشاشه العظام الجينيه طبعا. اللي هو مشاكل جينيه انه الاطفال يولدوا بهشاشه العظام، ودول بيسموا باطفال الاطفال الزجاج. يعني واحده من اللي بسمونها الجلاس تشيلدرن، اطفال الزجاج. نعم. يعني في منها انواع. اعتقد في صور هنا. بيحصل لهم زي كسور متعدده. يا سلام. يعني الطفل في اطفال جينيا طبعا دي مشكله جينيه مش. أيوة. مشكله ناي. انه الطفل ده بيكون فيه تركيبه في مشكله الكولاجين الموجود في العظم. وبالتالي بيقوم بتكسر العظم، بيكون رقيق لدرجه انه ممكن لو شلته ساي يتكسر. لو هزيته يتكسر. ده بيعيش الاعمار طويله في ولا في فيه طبعا انواع هي طبعا. أيوة. في اطفال عند الولاده بيتكسروا يعني وهم ولاده طبيعيه. سلام. بيتكسروا. وفي اطفال بيموتوا في الرحم بسبب تكسرات داخل الرحم. وفي اطفال في انواع خفيفه الاطفال بيقوم بتتطور معاهم المشكله. نعم. يعني بتبدا تخف تدريجيا وبيعيشوا لحد عمر العشرينات الثلاثينات. وفي ناس بيعيشوا اعمار عاديه ما بيكون في مشكله زي ما موضح يعني. في الصوره هنا. نعم. نعم. دي الكسور اللي بتحصل. نعم. نعم. بعد ذاك طبعا في بعض المشاكل بتظهر زي ما قلنا مشاكل الكساء بتشهر في شكل بتاع تقوسات بتاعه ارجل وكده ده. ايوه. اللي هي دي دخلنا في مشاكل الركبه التقوس والحياه زي دي. الصوره السابقه بتحدد لنا التطور بتاع الاطفال. الانسان بيبدا بيتقوس اصلا. لانه بيكون في الرحم في تقوس. ايوه. بعد شويه بيبدا التقوس تقوس عكسي، يعني التقوس الى الخارج، تقوس الركب. الركب بتكون متقوسه للداخل، بعد شويه بتتقوس الى الخارج. بعد شويه في عمر بتكون متقوسه للداخل لحد عمر 3 سنين، من عمر 3 4 سنين لحد عمر 7 سنين تتقوس الى الخارج. في عمر 7 سنين بتبدا تستعدل بتكون مستقيمه. مستقيمه لحد ما بيكون في تقوس طبيعي الى الخارج، اصلا في تقوس طبيعي موجود الى الخارج. نعم. في بعض المشاكل اللي بيكون دي محتاجين انه الاهل لو في اي طفل ظهر عنده تقوس يسوقوه لطبيب جراحه العظام وطبيب الاطفال. وفي فحوصات بتتعمل زي الاشعاع وفحص الفيتامين د وكده يتاكدوا انه ما كسر، بعد ذلك بيكون حاجه طبيعيه. في بعض الامراض اللي بيحصل فيها مشكله في قرص النمو الموجود زي الصوره دي والصوره اللي فاتت مثلا، بيحصل زي ده مرض
بيسموه مرض بلاونت مثلا او الكساح طبعا كساح داخلي او كساح عكسي. أيوة نعم. ودي بتحتاج الى تدخلات الكساح والحاجات زي بتحتاج الى تدخلات زي فيتامين د وحاجات زي دي والتقوسات بتاعت بلاونت وكده بتحتاج الى تداخل جزء منها بالمجسمات التركيبيه للاطراف او جراحيا بانه دي موجوده هنا عندنا موجوده كلها متوفره. نعم متوفره. نعم. كلها العلاجات دي متوفره ما فيها اي مشكله في السودان. ما فيها مشكله طبعا. نعم. احنا طمعين دكتور بشار ودايرين اكبر عدد من المعلومات اكبر كم من المعلومات في الوقت الوجيز بتاع. نعم. صحتك في رمضان والركب ومشاكل الركب. نبدا بخشونه الركب واحنا عندنا 10 دقائق ما عارفه ممكن نلخص فيها مشاكل الركب عموما ندي عناوين وان شاء الله اللي قدام نحاول نفصل مشاكل الركب. خشونه الركب بتظهر في شكل احتكاك مع تطور جسم الانسان. شيء طبيعي انه يبدا يظهر احتكاك في الركب وخشونه في المفاصل. ايوه نعم. الاحتكاك بتاع الركب ده مؤلم طبعا. سطح الركبه ده هو سطحي املس جدا زي المراه. سطحي جميل جدا وناعم جدا املس. لما يبدا يحصل فيه جفاف بسبب العمر او يحصل فيه خشونه بسبب اصابات قديمه او يحصل فيه خشونه بسبب امراض زي الروماتويد مثلا. نعم. او النقرس. اللي هو الجاود يعني احنا. أيوة معروف عندنا برضه. داء الملوك او داء الجزارين كما. أيوة. كما يعرف يعني باللحوم الحمراء والحاجات. أيوة. زي دي. اذا كان في اي مشاكل تصيب الركبه سواء كان بسبب العمر او بسبب ثانوي زي الاصابات او الكسور كده بيقوم المفصل بيبقى ما ناعم. النعومه بتاعته دي بيفقدها والخشوع فبيسمى خشن فيبقى سطح خشن. نعم. زي الزول اللي عنده مفصل بتاع باب ومفصل الباب ده يبدا يسكسك. فانت بعد ذاك في طرق انت المفصل ذاته ما بتقدر تعالجه. ليه؟ لانه خلايا سطح المفصل الخشن. نعم. زي ما هو موضح في الصوره. لا لا دي صور بتاعت حاجات ثانيه احتمال لو مشوا لصور اللي قدام شويه اللي قدام نلقى. نعم. في الصور الاخيره كده. نعم. في تقوس للركب عند الكنترول ممكن يظهروها كده اللي قدام. أيوة فيها. نعم. خشونه فيها مفاصل تركيب مفاصل وكده ده. ففي حاله زي دي لما نبدا السطح يبقى خشن في حاله زي دي هيحتاج انه ان احنا نحافظ على المفصل ده. نعم. واحد من الطرق حقت المحافظه من المحافظه على المفصل ده بانه ان احنا نعمل نخفف الوزن. ايوه دي انه الناس تستخدم الحمام الفرنجي. ايوه وانه مثلا الناس الاصابات ونعمل كولك كثير وكده مش دي طبعا دي بتؤدي الى الاصابات الرياضيه. الاصابات الرياضيه. نعم. يعني مشاكل الركب دي زي الصوره اللي قبل شويه دي كانت كلها. أيوة. عباره عن اصابات رياضيه. اصابات رياضيه. نعم. اللي هو مثلا قطع في الرباط الصليبي او تمزقات في الغضاريف الهلاليه زي دي مثلا. الصوره. نعم. الفاتحه كان القطع في الرباط الصليبي. الصور دي لتمزقات في الغضاريف الهلاليه. دي عندها علاقه بالاصابات الرياضيه دي. نعم. اكثر من انه عندها علاقه بـ بـ بالخشونه. دي بتؤدي الى عدم استقرار مفصل الركبه. أيوة. يعني مفصل الركبه بيكون غير مستقر يعني تماما. يعني هم اكثر عرضه طبعا. نعم طبعا الشباب السن ده سن بتاع احتكاك ودي كلها. أيوة. رياضات احتكاكيه طبعا. نعم. ودي بتؤدي الى انه سطح المفصل يكون غير مستقر. هو فيه كمية من الأربطة يعني. السطح المفصل فيه مجموعة بتاعت أربطة بنسميها الرباط الصليبي الأمامي الرباط الصليبي الخلفي والأربطة الجانبية. دي كلها بتساعد في استقرار الركبة. الرياضات الاحتكاكية بتؤدي إلى تقوس إلى التواء. التواء الركبة. نعم. وانتفاخ الركبة وبالتالي تؤدي إلى عدم استقرار الركبة. فبتؤدي إلى تمزقات في الغضاريف الهلالية وتؤدي إلى إذن هم أكثر عرضة بالإضافة للزيادة في الوزن برضو الناس. زيادة الوزن ده شيء لاحقا طبعا بعد. أيوة سن صح. الشباب بتبدأ لو الناس الكنترول جابوا الصورة اللي بعديها. بس بقى في الشباب ذات نفسه زيادة الوزن ده طبعا لأنه بياخد الزمن بيكون أكثر في أنه ركبتك بتكون تعبانة بالوزن الزيادة. هو طبعا أسعى الآن النشاط بتاع الشباب أسعى ما زي زمان. أسعى الشباب نشاط الكتروني الكتروني ما حركي اكثر من انه نشاط حركي. أيوة صح. ونوع الغذاء اللي لسه يعني احنا بناخده برضه نوع مختلف شويه صح. يعني احنا ما زي زمان. زمان بناكل خضروات كثير وبنتحرك كثير. الان احنا بناكل الطعام السريع فده بيساعد على زياده الوزن بسرعه اسرع شويه. في البيت كل لعباتهم الكترونيه ما في نشاط زي زمان. نعم. ما في ناس. نعم. أيوة نعم. ما في نعم. جري وما في جري. مخاطر. في لو الكنترول جابوا الصوره اللي بعديها بتبدا تظهر مثلا المشاكل بتاعت الاصابات الرياضيه في شكل بتاع انتفاخ وتجمع سوائل في الركبه. أيوة. وعدم استقرار. الواحد بيقول لك بمشي رجلي بتخوني بتزغ مني صح. وكلام زي ده. انتفاخ او عدم استقرار في الركبه او الركبه بتعقد تشبك ما بتفرد ولا بتتني بصوره. ففي حاله زي دي محتاج لرنين مغناطيسي لتحديد المشكله وين اذا كان رباط صليبي او غضروف هلالي. ودي بيتم علاجها عن طريق المنظار. يعني في اغلب مشاكل الركبه الرياضيه يمكن
يمكن علاجه بواسطه المنظار. نعم. يعني هسه دي مثلا صوره لمنظار للغضروف الغضاريف الهلاليه بنسميها هلاليه بتشبه الهلال. وفي تمزقات في الغضروف الهلالي زي الصوره العلويه على الايسر ويتم تنظيفها او اذا كان القطع كبير يمكن ترميمه بواسطه المنظار. دي اريح من حكايه عمليه نعم كبيره. نعم هي هسه يعني دي ما فتح هسه دي الان. نعم. الفتح ده خف كثير جدا. أيوة. فده هسه سطح لشكل مفصل طبيعي. نعم. يعني الفوق ده مفصل ده عظمه الفخذ والتحت دي عظمه الساق وده الدخل للمنظار. نعم والحته اللي فيها جنب الحديده دي ده الغضروف الهلالي. أيوة. ده سطح المفصل الجميل اللي نحن بنشوفه بنشوفه. نعم نعم. اذا بعد ذلك بقت فيه مشكله بيقوم بيبدا السطح الجميل ده يبدا يتهتك. أيوة. اللي هو دي بدايه مراحل خشونه المفصل. دي في الشباب هسه في الشباب بتكون كده ده. نعم. السطح الجميل الابيض ده بيكون ما فيه بيبدا يظهر العظم تحتيه. فدي مرحله مراحل الخشونه وبالتالي دي بتحتاج لعمليات ممكن بالمنظار عن طريق النقر او عن طريق الحفر او عن طريق الحقن نقوم نكفل الحته دي برقعه. نعم. والواحد يقدر يعيش به لمدى بعيد. اذا بعد ذاك الامور ساءت شويه لو مشينا في الصور اللي قدام شويه لو الامور ساءت شويه بتبدا تظهر في صوره الاشياء تبدا تظهر الخشونه بتاعت المفصل اللي هي كنا بنتكلم عنها قبل شويه. أيوة. وخشونه المفصل بتؤدي الى عدم استقرار في توازن المفصل نفسه. وخشونه المفصل وتؤدي الى التقوس الداخلي او الخارجي ويمكن علاجه عن طريق قلنا هو المحافظه عن طريق. نعم. تنقيص الوزن او نقص الوزن او المحافظه على المسافات المتكرره كده. الحقن برضه في حقن المواد الزيتيه او المواد اللي بتخفف التهيجات في المفصل زي مواد الكورتيزول في الحقن في المفاصل وكده ده. في الصوره الاخيره يا ريت تجيبوا لنا ثاني. نعم. إذا ده ما كله ما نجح بعد ذاك أنت حتضطر تغير المفصل ده. تغيير المفصل هو تلبيس. أيوة. ما نحن ما بنقص العضو منشيل من نرميه المفصل بيفضل زي ما هو لكن تلبيس. أيوة. في أنواع من التلبيس يعني ما بيتم لا ما بنشيل ما بنقص الركبة من نرميها وإنما نحن بس من حفة بنعمل لها طاقية يعني. أيوة. زي الطاقية. أيوة. الصورة على الجانب الأيسر ده اسمه مفصل جزئي اللي هو مثلا في مفصل واحد جزئي بتركب جزء من المفصل والصورة على اليمين ده المفصل الصناعي الكامل. كامل. نعم. اللي هو يعني بيحصل زي نحت كده ويقوم هو فعلا هو دي. فعلا انت بالضبط قلت الكلمه السليمه انه نحن بننحت العظم. احنا ما بنقص العظم وانما بننحت الجزء المخشن ده او الخشن الماناعم ده وبنقوم من نعمل له تلبيسه. أيوة. ولو ملاحظين هنا ان احنا ما قاعدين نقص يعني نشيل الركبه نرميها احنا بس بنعمل تلبيسه بدل العظم يكون مع العظم بيبقى الحديد مع يعني المفصل مع المفصل يعني هو حديد كوبالت كروم غالبا ماده وقطعه بلاستيكيه مطوره. أيوة. بيساعد في انه يخف الاحتكاك من العظم للعظم وكده الالام بتروح بتروح وبتخف. ده مفصل صناعي. أيوة. جزئي ده مفصل صناعي كامل. نعم. الناس بتفتكر ان احنا بنقص الركبه لكن احنا ما بنقصها احنا بس بننحتها بننحت اطرافها عشان يكون عندنا مفصل. طبعا هي مقاسات بتختلف مقاسات طبعا عشان كده المريض بيدخل جوا العمليه. لما تتعمل العمليه كلها عباره عن اخذ قياسات. أيوة. يعني في يعني ممكن نقول مثلا في قياس كبير ومتوسط وصغير اذا اخذناه بصوره بيكونوا حاضرات بيكونوا كلهم حاضرات ففي نعم. ناس ركب صغيره ناس ركب متوسطه ناس ركب على حسب العمر ولا على حسب الحجم يعني حسب حجم الركبه. نعم. وهي قياسات مقاسات. أيوة. هي زي طواقي بتتركب وبتنحت سطح المفصل وبتقوم تتركب الطواقي دي فبقوم بتخف الالم. أيوة. عمليه سهله. عمليه سريعه ما بتاخذ اكثر من ساعه اصلا هي. نعم. في عمليات بتقعد لمده كم المفصل ده بيستمر تقريبا من 25 35 سنه ممكن يستمر ضئيلة. اذا ما كان في مضاعفات ونسبه المضاعفات نسبه ضئيله جدا يعني نسبه ما كبيره ما في رفض للجسم منه ما بيرفض الجسم لا ما في اي مشاكل لا هي مفاصل ممتازه جدا وذات جوده عاليه خالص. نعم. ونتائجها كويسه طبعا في نسبه مضاعفات خفيفه جدا في اي حاجه في الدنيا دي يعني. نعم. الواحد كان اكل له كنا 100 نفر اكل نفس الطبخه في واحد ممكن تجيه مثلا يعني حاجات بسيطه التهاب ممكن مره تحصل التهاب من شخص لشخص مقدور عليها نعم لكن هي بصفه عامه هي يعني نسبه نجاحها كبيره جدا يعني متطوره جدا في السودان نسبه نجاحها 98% ما بيحتاجوا الناس انه يكلفوا نفسهم بسفر للخارج وهنا ارخص كمان هنا ارخص هنا ارخص الناس بتيجي من الخارج بتعمل لي هنا حقيقه وكل الاستشاريين اللي بيعملوا عمليات المفاصل الصناعيه هم
ذوي كفاءة عالية جدا لإجراء العمليات دي في السودان. احنا بنناشد كل اللي بيسمعونا انه ما في داعي حقيقة للسفر للخارج، لانه ما شاء الله الدكاترة بارعين في تغيير الركب في السودان، المواد والركب ذات جودة عالية زي ما انت قلت يا دكتور، والنتائج نتائج مبهرة، نتائج مبهرة وممتازة جدا. يعني حتى التقوصات بتاعت الخشونة والحياة زي دي، العملية بتعدي للرجلين طوالي، بيرجع بيمارس نشاطاته، بيمارس نشاطاته. حتى في ناس كبار بيكون عندهم بعد كم يا دكتور عادة بتوصل ذول انه ممكن عادي بعد ذاك بالتدريب طبعا بيرجع، لكن المدة دارين نعرف انه هي العملية لو اتعملت اتعملت الصباح العصر المريض ممكن يمشي ما شاء الله. يعني هي ما محتاجة لها لا ليوم ولا ليومين ولا ثلاثة، أربع ساعات، خمسة ساعات، ست ساعات بعد العملية. بعد ما البنج يفك والمريض يسحبنا يعني طوال المريض ممكن يمشي، ما في أي مشكلة. شكرا لكم، الله يكرمك. شكرا لك جدا دكتور بشار، يعني أنت كنت معنا كل يوم خميس خلال شهر الفضيل، تعبناك كمان بقيتك وأنت صايم. شكرا لك للمعلومات المفيدة جدا لكل المشاهدين، إن شاء الله يكون استفادوا من دكتور بشار الجعلي وهو استشاري جراحة العظام والمفاصل والأورام. ودي كانت آخر حلقاتنا في شهر الفضيل، إن شاء الله كلكم تكونوا استفدتوا، كل سنة وإنتوا طيبين. إن شاء الله نتلاقى بعد العيد في برنامج العيادة يوم الجمعة زي ما عودناكم. في أمان الله.